مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجنا سكرين شوت. كما عودكم دايما برنامج سكرين شوت ان دايما بيسلط الضوء على ما هو جاري وما بيشغل الشارع المصري. وعشان اقول ما يشغل الشارع المصري، فكان في عده موضوعات مهمه جدا ومثيره وفي غايه الجديه، فلازم يكون معانا شخصيه مهمه وشخصيه صاحبه القلم الجريء واللي زي ما بيقولوا بتخوض في كل مشكله وما بيهمهاش اي حاجه. معانا شخصيه قويه جدا، شخصيه كلنا بنحترمها ودايما بتنور البرنامج بتاعنا. معانا المستشار ايمن محفوظ. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا يا فندم، شرفتنا النهارده. بشكرك جدا، انا بشكرك جدا على الاستضافه الجميله ببرنامج حضرتك، وبكون سعيد جدا لان برنامجك ليه طعم خاص يعني، وعلى قناه الصحه والجمال، القناه اللي انا بحبها جدا وبحس ان انا يعني ببقى سعيد جدا وسط هذه القناه العظيمه. وانا شايف ان المقدمه اللي حضرتك قدمتني بيها انا ما استحقش ولا حرف فيها احنا اقل من كده بكتير يعني بصراحه. وبشكرك على ذوق حضرتك. الله يخليك يا فندم. شكرا. قبل ما نبدا بقى النقاش والموضوعات المثيره بتاعتنا، طبعا احنا هنقدم واجب عزاء لاسره الفنان محمود ياسين. الله يرحمه. الله يرحمه. كما بنقدم واجب عزاء لفتاه المعادي اللي كلنا تاثرنا وكلنا يعني بقلوب كلها حزن وألم على هذه الفتاة اللي راحت ضحية، يعني ضحية كبيرة جدا ناتجة عن إنها كانت بتبذل، يعني هي كانت بتسعى، يعني كانت بتسعى لأكل عيشها وبتسعى إنها لرزقها وكانت بتجهز لعرسها، فهي عرسها عند الله سبحانه وتعالى، ربنا يرحمها برحمته الواسعة. والنهاردة هنتكلم عن موضوعها وجزاء اللي عملوا فيها كده، لان احنا لو حطينا نفسنا في الموقف ده كلنا هنبقى متدمرين. فاحنا بنقول ربنا يصبر قلوب اهلها ونقول لهم ان هي في الجنه باذن الله. والنهارده احنا كلنا هنوجه سؤالنا لاستاذ ايمن ونقول له ايه رايك في الموضوع ده، وفي تضارب وفي اسئله كتير ومتضارب كتير في الموضوع ده. في ناس بتقول ان الحادث ده كان ناتج عن السرقه، وفي ناس بتقول ناتج عن مشاغبات او هم كانوا عايزين يعتدوا عليها. فاحنا الراي اختلف من ده لده. فعشان نعرف ونتاكد الموضوع بدايته ونهايته ايه، كان لازم نتكلم مع استاذ ايمن محفوظ ويوضح لنا الموضوع باستفاضه، خصوصا ان هو ادلى بكتير من التصريحات في هذا الموضوع. نحب نسال بقى حضرتك، اتكلمنا عن موضوع فتاه المعادي واحنا كلنا يعني مش هقول حسره، احنا كلنا حزن شديد على الموضوع ده، وعايزين الاعدام، مش اعدام مره واثنين وثلاثه وعشرة. حضرتك بقى كلمنا. اولا احنا بتضامن مع حضرتك في تقديم واجب التعازي لاسره هذه الفتاه المسكينه اللي كانت ضحيه لمحاوله سرقه شنطتها، ودي الحقيقه. وانا عارف ان حضرتك كلك ذوق وبتقولي لي السؤال بطريقه مش عايز اقول خبيثه، لا ابدا والله، بطريقه يعني كلها ذوق، وانا بشكرك على ذلك. انك بتقولي ان انا كانت تصريحاتي في الصحف كانت متضاربه بالذات على الموضوع دوت. اول ما عرفنا الخبر كان في احدى الصحف الكبرى والمواقع الكبرى نشرت ان هذه الفتاه كانت تتعرض لمحاوله معاكسه، فعرضا الحقيبه بتاعتها تعلقت بالسياره فادى ذلك الى مقتلها. فكنت قلت اديت بتصريح اثار الراي العام واثار استهجان بعض الناس، وقلنا عقوبه هذه الشباب بالوصف التي وصفته هذه الصحيفه الكبرى وهذا الموقع الكبير. قلنا ان هو ممكن الشباب دي يكون عقوبتهم 500 جنيه غرامه، لانها قضيه قتل خطا تسبب باستهتار الشاب قائد السياره اللي قالوا كده يعني في الروايه الاولى. وفجأة نفس الصحيفة ونفس الموقع أدلى بتصريحات تانية خالص طبعا. على ضوءها ابتديت أقول إن هم مش يستحقوا إعدام واحد، ده يستحقوا ألف إعدام. المجرمين أو الجناة كانوا بيستقلوا ميكروباص، كان ده وسيلة أكل عيشهم، بس عشان هم يركبوا الناس، لا عشان يخطفوا شنط من الناس وموبايلات الناس ويسرقوهم. حظ الفتاة العاسر ان هي كانت بالمصادفة في طريق هؤلاء المجرمين القتلة،
حاولوا يسرقوا منها الحقيبه بتاعتها، وهي حقيبتها اكيد يعني فيها كل حياتها، فيها أيوة. موبايلها، فيها فلوسها، فيها حياتها. أيوة. فالبنت تشبثت بحياتها، وتشبث بحياتها ادى الى مقتلها. و يعني كان دافع سرقه مش دافع حاجه ثانيه. سرقه يعني مش ان هم كانوا يعني اعتداء عليها. لا ده كانت الروايه الاولى في اول لكن الحقيقه ان هي قضيه سرقه بالاكراه. وانا قلت دي سرقه بالاكراه، لانها مش مساله خطف، لان مجرد ما كان في مقاومه من الجاني، وفي كان المجرمين بيحاولوا يشدوها. طب بعد اذن حضرتك استاذ ايمن، دي فتاه وراجعه من شغلها، يعني مش معاها كم من المبالغ اللي تخليهم يعني يتعدوا عليها عشان سرقه بس؟ يعني كانت السرقه فقط يعني يخطفوا شنطتها، هو ده اللي ادى الموتى؟ هو المشكله ان هم كانوا في شارع 9 في المعادي، والشارع دوت بيسكنوا بعض الناس اللي بيفتكروا ان هم اثرياء، لكن احنا النهارده كل الشعب المصري بيعاني زي ما كل شعوب الدنيا كلها من ازمات اقتصاديه عالميه. فقالوا اكيد شارع 9 يعني. كل اللي ساكنين فيه اغنياء، وكل اللي بيمشوا فيه اغنياء. فقالوا البنت وتشبث البنت زادهم اصرار ان هم يخطفوا الشنطه منها، ادى ذلك الى ان يعني اتسحلت وراسها خبطت في احد السيارات المركونه فتوفت. ما كانش في معلومات كتير عن الحادثه. انا بس سمعنا ان هم رجعوا تاني بالعربيه ليقضوا عليها. لا يعني لا 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 مش مجرد هربوا يعني هم هو تشبثها بالحقيبه اللي فيها كل حياتها. ادى الى مقتلها وسحلها. فهم خطفوا الشنطه وجريوا. هنا بقى في نقطة مضيئة، دايما احنا مش عايزين نشوف الصورة القاتمة، طبعا كلنا حزن وأسى وألم على هذه الفتاة المسكينة ومنعزي أهلها. كان في مفيش معلومات كتيرة قوي عن الحادث، رغم ان هو كان موجود الصبح، الحادث ده حصل الصبح وفي شارع مزدحم زي شارع 9 في المعادي، وما كانش في معلومات كتيرة سوى بعض اللقطات كده من كاميرات المراقبة. هنا بقى يجي الجانب المضيء والجانب المستنير، ومنحيي برضه وزارة الداخلية، زي ما بننتقد اي سلوك في اي مؤسسه لازم لما نشوف جزء منير احنا نرفع له القبعه ونقول الف مليون تحيه لاولاد وزاره الداخليه العظام اللي قدروا يقبضوا على المتهمين في اقل من 24 ساعه. شافوا غليلنا احنا، كان الحادث كان بيقطع قلوبنا، ورجال المباحث ورجال الامن العام تكاتفوا مع بعض وقدروا يقبضوا على المجرمين القتله السفله اللي قضوا على حياة هذه الفتاة البريئة. تحية لوزارة الداخلية، وتحية لرجال الأمن اللي شاركوا في هذه القضية وفكوا لغزها في أقل من 24 ساعة، وكان المتهمين مقيد الحرية. ده شفى غليلنا شوية، ده حسينا إن حق البنت ده هيرجع. فهي دي نقطة مضيئة. أنا بحب أحيي تاني رجال الأمن. الحكم عليهم كان إيه؟ الإعدام؟ ولا لسه لم ينفذ الحكم؟ ولا لسه لم ينفذ؟ لا هو لسه لسه مقبوض عليهم طبعا، لسه قيد التحقيقات. لكن انا الحكومه المتوقعه انا بقول ان هي سرقه عاديه، مجرد البنت ما تشبثت بالحقيبه تحولت الى سرقه بالاكراه باستخدام سلاح. وانا بعتبر ان الميكروباص دوت كان سلاح، لانه مقاومه كل القصه ان مقاومه البنت شلت في هذه الواقعه المؤسفه، وأدى ذلك إلى مقتلها بتشبث المجرمين بهذه يعني الصورة. يعني هو في نظر حضرتك إن هي هيبقى ما فيش إعدام للقتلة دول؟ هو أتمنى يكون في إعدام، يعني بعد اللي هم عملوه ده وهم ودهسها بالعربية بعد كده وسرقها بالإكراه، يبقى عادي كده البنت تموت ويبقى حكم بسيط يعني؟ أنا أتمنى يكون الحكم عليهم بالإعدام، لكن هو الحكم عليهم لن يخرج ولن يقل عن المؤبد او الاعدام. ودي وجهه نظر حضرتك، هم كده ياخدوا قد ايه؟ احنا بنقوله يا ريت اعدام. اولا احنا مش احنا اللي بنحكم، القضاء الشامخ العظيم هو اللي بيحكم. لا على حضرتك مستشار كبير وليك وجهه نظر. ايوه انا وجهه نظري وفي بعض الثغرات اللي هي ممكن احنا لو حتى في ثغر اللي هم يطلعوا منها، لا احنا عايزين نأيدوهم. مش هتطلعوا منها، والحكم لن يخرج عن المؤبد او الاعدام ان شاء الله، ويكون قصاص عادل لروح هذه المسكينه اللي بنسال الله ان يكون ربنا يرحمها برحمته. وربنا يعني طبعا ده الم الجنة. الم الم جامد، وربنا يصبر اسرتها. وعزاء لينا ان احنا يعني كلنا بنقول لها يعني ربنا يصبركم، ربنا يصبركم. طبعا بقى هنيجي لك سؤال تاني صعب جدا، وكلنا زعلانين منك.
مني ايوه انا ايوه طبعا ليه؟ عنتي الجيزة اللي حضرتك كل الستات ليها رأي مخالف نهائي، ازاي عنتي دوت اللي هو المجرم يبقى شاهد؟ ازاي ازاي حضرتك برضو يا لا لا النهاردة انت عندنا اسئلة كتيرة جدا، ازاي حضرتك برضو اختلفت معانا وقلت ان لازم يطلع براءة او يبقى شاهد؟ ازاي مع انه طبعا ده يعني مش قادره اتكلم، مش قادره اقول لك كلام كتير جدا، وحدك عارف ان الواحد عايز يقول اكتر من كلمه وكلمه وكلمه. بالنسبة لعنتيل الجيزة، هو راجل كان بيقيم علاقات متعددة تمام مع نساء هو وصفهم في مصادر التحقيقات انهم نساء ساقطات نظير اجر. وكان بيصورهم رغم ارادتهم. ومفيش اي بلاغ صدر من اي ست من اللي كانوا بيقيم معهم هذه العلاقة ان هو حاول ابتزازها. وزوجته مفترض ان هي ترفع عليه دعوى زنا بس ليها شروط. باختصار شديد هنا لما يكون الرجل، وده انا بصح ضمير المجتمع وبصح ضمير البرلمان المصري وبقول السلطة التشريعية عايزين تعديل في القانون، لان الرجل في القانون المصري طبقا للقانون رقم 10 سنة 1961 بشأن مكافحة الآداب لا يعاقب الا المرأة التي تقيم علاقة جنسية لقاء اجر مع رجل ومع الرجال جميعا بلا تمييز. يعني تعاقب المرأة ولا يعاقب الرجل؟ ولا يعاقب الرجل، ويعتبر شاهد عليها. ازاي؟ ازاي هو ده القانون عليها؟ وهو ده اللي انا عايز اصحي ضمير المجتمع كله يا عشان استاذ ايمن. طب ما ده تعدى عليهم ازاي؟ ما عداش يعني؟ عليهم لا. ما هو يعني ماشي يعني احنا علاقة بالتراضي لقاء بالتراضي؟ اجر تبقى انهي تراضي يا استاذ ايمن؟ ما هو ده صدر التحقيقات قال كده، علاقة كانت بالتراضي نظير اجر. نظير اجر يعني تحول المجرم لشاهد على لشاهد. على المجموعه اللي هو كان بيصوره ولم يبتز احد، مفيش حد بلغ عنه. وزوجته لا تقدر ترفع عليه قضيه زنا لانه لم لان القانون المصري لا يجرم زنا الزوج الا اذا كان على فراش الزوجيه. احنا بننبه الحادثه دي حصلت اهي عشان ننبه ان هنا المفترض في جميع دول العالم وبالذات الدول الاوروبيه اذا كان هناك علاقه جنسية لقاء أجر مع رجل وامرأة الاتنين بيعاقبوا حتى في الدول الأوروبية وفي التشريعات الأمريكية كمان، سواء كانت الأمريكية الشمالية أو الأمريكية الجنوبية. يعني كل دول العالم الغربي بيعاقبوا اللي هم عندهم انفتاح وعندهم بعض من بعض الصفور، بيعاقبوا الرجل والمرأة في هذه الحالة. احنا هنا بنعاقب المرأة بس، أنا عايز أعاقب الرجل وعاقب المرأة، وعايز أقول للزوجة اللي يزني زوجها في اي مكان تقدر تقيم عليه علاقه، تقدر عليه تقيم عليه دعوى الزنا وحتى لو ما كانش في منزل الزوجيه، لكن القانون بيفترض ان هو يكون الزوج في منزل الزوجيه. الستات دول متزوجات. يعني يعاقب يا استاذ ايمن اذا كان هو في منزل الزوجيه يعاقب بس، لكن لو هو عمل الفواحش دي بره منزله عادي فريش عادي عادي خالص. خالص ما تقدرش زوجته غير ترفع قضيه طلاق عليه او ده مطبق عندنا هنا. طبعا طبعا ده القانون. وفي بعض احنا دورنا بقى نظهر إيه؟ نظهر بعض السلبيات اللي موجوده في القانون ونطالب البرلمان، واحنا على وشك ان يكون في برلمان جديد يسمع صوتنا ويعدل هذه القوانين. الرجل والمراه اللي لازم بيقيموا علاقه لازم يعاقبوا مع بعض اذا كانت لقاء اجر. او الزوجه تقدر ترفع قضيه على زوجها حتى لو زنى في غير منزل الزوجيه، ده محتاج تعديل تشريعي. هنا برضو السيدات محدش ولا واحده تقدمت بدعوى ابتزاز ضده. طب امال هو الموضوع ظهر ازاي طالما هو ما فيش اي حد اتكلم فيه؟ هقول لحضرتك امال صار الضجه دي كلها ازاي. وفي حاجه كمان، نقطه اخيره، السيدات دي متزوجات، من له حق اقامه دعوى الزنا ضد الجاني وشريكته اللي هي مرات الزوج يعني، ما حدش تقدم حتى بدعوى زنا ضده. لكن شافوا بقى طالما متجوزين. لكن هناك جريمه اخرى ضد عنتيل الجيزه، هي هدم القيم الاسريه اللي واجهتها له النيابه العامه. وانا بقول ان هذه الفيديوهات اذا كانت سلبت منه دون ارادته فهو هياخد براءه، كل التهم هي كلها براءه. ولكن اذا كان هو اللي نشرها فهو يعاقب. فنص التجريم في الماده 25 و26 و27 من قانون الانترنت الجديد بتعاقب على اني انا اللي انشر، لكن انا
خدت فيديوهات واحتفظت بيها لنفسي وحد اختلسها ونشرها، اعتقد ان التبعه القانونيه موضوع جديد يعني ما حدش يعني اتكلم فيه. انا بقول راي قانوني فيه ان الماده بتعاقب على اللي بيهدم القيم الاسريه ان هو بينشر هذه الفيديوهات الاباحيه. هو الراجل لو ثبت من التحريات ان هو ما نشرهاش واختلست منه، اذا الراجل ده في كل الجرائم دي اللي احنا كلنا مش متفقين عليها، الراجل ده ممكن ياخد براءه لعوار في القانون يحتاج الى تعديل تشريعي. يعني هو كده ممكن ياخد براءه لان هو ما نشرش الحاجات ديت، لكن لو ثبت ان هو نشرها طبعا هيعاقب طبقا لقانون الانترنت الجديد، والعقوبه لا تقل عن عن 6 اشهر وتصل الى 5 سنوات وغرامه تصل الى 300,000 جنيه. طب حضرتك يعني عرفنا هو فعلا قام بنشرها ولا اختلست منه زي ما قلت؟ احنا ما نعرفش الكلام ده ايه غير ما تظهروا التحقيقات والتحريات. لسه ما وصلناش النتيجة. لسه ما وصلناش النتيجة. لكن حضرتك بتتكلم مبدئيا ان هو لو هو ظهر كده هيبقى هو براءة من كل شيء. فاحنا بقى بنبص، احنا عايزين واحد زي ده، انا بدق ناقوس الخطر ان واحد زي عنتيل الجيزة ده ممكن يطلع براءة من كل هذه التهم ويشجع غيره انه يعمل كده ويعمل اكتر من كده. فاحنا بنقول والقاضي والنيابة العامة تطبق القانون وليس لديها سلطة التشريع. التشريع ده في ايد البرلمان، ولو القاضي قاعد على المنصة وزي ما قلت لحضرتك القانون بيطبق القانون. هو يعني هو بيقول القانون اللي موجود احنا بنطبقه. فراجل زي ده ممكن القاضي رغم رفضنا واستهجاننا لهذا السلوك المشين، القاضي ممكن يحكم عليه ببراءة. نعمل ايه؟ نتوجه للبرلمان الجديد ونقول له عايزين تعديل تشريعي عشان واحد زي ده ما يطلعش براءة. تمام، متشكرين استاذ ايمن. العفو، تحت امرك. طيب طبعا احنا عارفين طبعا ان تيك توك ده يعني مصدر الاعلام المصري زي ما حضرتك عارف يعني. والحمد لله في الفترة الأخيرة دي قضى على كل الحاجات التيك توك واتقبض على الناس اللي هي بتعمل حاجات مخلة ولا آخره. بقى طبعا تيك توك على الجديد، على الهيئة الجديدة اللي موجود بيها. بس طبعا في حرب دلوقتي قايمة بين الكهرويين والاسكندرانية. الله، ده انت متابعة بقى. طبعا، امال ايه؟ الحرب دي غريبة شوية كده. يعني انتوا جايين على الاسكندرانية باستمرارية، على حمو بيكا. احنا الحرب اللي قائمة دي طبعا نقابة الموسيقيين عاملين مشكلة عليهم، فاحنا عايزين نفهم يعني من وجهة نظر حضرتك الموضوع ده ايه؟ تيك توك دلوقتي اصبح يعني اسهل طريقه لطرق الشهره، والناس ممكن تعمل اي حاجه عشان تتشهر. تمام. فقامت حرب كانت لطيفه في الاول بين الاستاذ مجدي بيه شطه والاستاذ حمو بيه بيكا. تمام. وانا بقول كده ان هم بقوا من صفوه المجتمع النهارده. ما هم بيهاجموا بيكا، بس رغم ان هو بيكا يعني ليه انت عشان من اسكندريه متحمسه يعني ومتحيزه ليه؟ ابن بلدي، ابن محافظتي. طب بس نشرح الموضوع للناس. اتفضل حضرتك، اتفضل. بدايه كان في مشكله او حكايه او ترند حاصل ما بين مجدي شطه وبيكا، ده بيتكلم باسم القاهره وده بيتكلم باسم اسكندريه، تحولت الى حرب كلاميه بين القاهره وبين اسكندريه، كانهم دولتين. خدوها بقى الاندر ايدج بقى والشباب الصغيره وبقت حرب. خلي بال حضرتك الكلام ده ما حدش قاله في الاعلام، لان هم كل يوم بيشوفوا التيك توك وبيشوفوا هذه الفيديوهات ومش بيتكلم. وكان وكل ما تخمد هذه النار يشعلوها مطربي المهرجانات القهرويه والاسكندرانيه، ويطلع رموز بقى التيك توك في اسكندريه يردوا، رموز التيك توك هنا في مصر في القاهره يردوا، واصبحت حرب كبيره. بداها مين؟ بداها مطربي المهرجانات. كون بقى حضرتك اسكندرانيه وانا كهراوي مش هنقوم بخناقه، لكن لا احنا هنشرح. احنا بنتكلم عن الراي بتاعنا يا حضرتك. في خلافات وفي حروب ما بينهم وبين بعض، بس طبعا ده حريه راي. انا من رايي ان احنا نساند، يعني لو من رايي لو بيكا في بعض الاخطاء او احنا نسانده. ما بيكا ده خرب شبابنا وخرب افكار شبابنا وبقت ده شخصيه جميله وانشا حرب. شخصيه طيبه جدا. انا مش بيكا بس، مش بيكا وشطه الاثنين، ناس كتير يا ستي يعني الكل.
بيكا وشطة أيمن الاتنين أقاموا حرب دول بين القاهرة دول جيلهم والإسكندرية. دول بيكا والمجموعة دي بتاعت التيك توك دول الجيل اللي موجود دلوقتي. آه. احنا انت حضرتك بنقارن جيل ده وجيل اللي قبلينا والآخر، كل جيل ليه ناسه ليه وضعه ليه الرونق بتاعه. يا ستي أنا ما مش ضد أنا ذوق شخصيا حد. يعني أنا بتكلم على الملأ، أنا شخصيا بحب شخصية حمو بيكا يا ستي، أحب مش عشان ابن بلدي ولا ابن اسكندرانية، لا هو فعلا شخصية جميلة. طب أنا بالقاهرة أنا أحب مجدي شطة؟ هل يعني انا بتكلم ان بيكا في بعض يعني ردوش اللي احنا ممكن تعدل، لكن ما يتهاجمش، هو تهاجم كتير جدا. لا والله احنا عايزينه يتصلح حاله وعايزينهم كلهم يتصلح حالهم، لكن المشكله ان هم بقول لك صدروا حرب بين الشباب الصغير، ده انا من القاهره وده من اسكندريه وده يشتم ده وده يقل ادبه على ده، بقت حرب على التيك توك. احنا بدايتها لازم جنب. نقول ان هي كانت من مطربي المهرجانات اللي افسدوا برضو بعض من الذوق المصري وخلوا الذوق المصري متدني نوعا ما. احنا قدمنا اكتر من، طب اسال حضرتك سؤال، فضل. هل في فرح قائم بدون مهرجانات؟ انا مش مسؤول عن الافراح في مصر عشان اقول انا بتكلم برضو، بس احنا بنهاجم، وفي بعض العائلات وفي بعض الاسر يعني بتتبسط جدا لسماع المهرجانات، لكن هم بيعملوا حاجات خطر جدا. ما هي خطر اهو، الفتنه من القاهره واسكندريه. لا ما عشان انتوا، لا الحروب دي عشان في البحث عن الترند باي يعني. شكل حتى هو ساعات يعني انا مش بتكلم على مطرب بعينه مش بتكلم ولا بيكا بعينه. أيوة انا بتكلم عليهم منه. بصفه عامه هم بيدوروا على الترند باي شكل، وده اثر على شبابنا وبقى شبابنا يعملوا زيهم ويقلدوهم. احنا عايزين، احنا وجهنا كلامنا كتير قوي لنقابه المهنه الموسيقيه، واللي هي اصدرت بعض القرارات العظيمه اللي انا بحترمها وبقدرها، لكن انا عايز مزيد من الجهد من نقابه المهنه الموسيقيه، وعايزين ان يكون في بعض من حتى زي ما تقولي حضرتك ان هم ينزلوا يعني يصلحوا حالهم. الله ينور عليك، بلاش يرفضهم بالظبط كده، يعني عايزين اصلاح مش مهاجمه مش واقفه حيل. يا ستي احنا مش عايزين نوقف حال حد، احنا عايزين الذوق في حالهم بالفعل، الذوق يعلى شويه. تمام. الحروب يعني اللي بتقوم يعني لحضرتك، لو احنا الحروب دي لو احنا وجهناهم اديناهم بعض البنود اللي يمشوا عليها الدنيا هتتغير. والله السؤال ده تساليه بقى نقابه المهن الموسيقيه، هي احنا هنتابع نقابة المهن الموسيقية بس بعد الفاصل ان شاء الله. تابعوني بعد الفاصل، ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين بعد الفاصل، ونتكلم برضو لسه بنتكلم عن مشكلة الحرب اللي قائمة بين التيك توك، وطبعا لازم يكون لنا رأي، والرأي طبعا هيكون مختص بنقابة الموسيقيين اللي بيقودها طارق مرتضى. قبل ما نعمل معاه مداخله لسه بنكمل حديثنا مع استاذ ايمن، ولا زلت برضو اكرر حضرتك رايك في الموضوع الحروب ده، الراي النهائي لك ايه؟ احنا بلد واحده، احنا يعني في دوله واحده، هو دي تعتبر انا بعتبرها ان هي فتنه بداها مطرب المهرجانات، مش بس بيقدموا لنا فن سيء، لا ده بيصدروا لنا بعض من الفتنه، واحنا مش ناقصين، واحنا بلدنا الحرب الاساسيه فيها هي الفتنه. الشباب بيفرحوا ان ده يشتم اسكندريه وده يشتم القاهره، وش معنى القاهره واسكندريه؟ لان ناس بتايد مجدي وناس بتايد بيكا ومجدي شطه وبيكا، ايه ده؟ لا ده في لازم برضو وقفه خطيره، وانا شايف انا مش عايز اكبر الموضوع واقول ان ده بيهدد الامن القومي المصري، ان يكون في حرب ما بين مدينتين في مصر القاهره واسكندريه وشتائم بأقزع الألفاظ، وأنا يعني كل اللي بيتفرجوا على التيك توك عارفين الكلام دوت. أيوه. وكل شاب عايز يوصل للترند لازم يخش في هذه المرحلة. وكل ما الحرب دي بتخمد والناس بتزهق منها برضو الأخ بيكا والأخ شطة بيولعوا. معانا مداخلة دلوقتي الأستاذ طارق مرتضى المتحدث الرسمي لنقابة المهن الموسيقية. ألو؟ ايوه مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا بيك. ازاي حضرتك يا فندم؟ مشاهدينك وضيوفك الكرام، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. هنحب نسال حضرتك بقى، ايه راي حضرتك في موضوع التيك توك وموضوع الحرب القائمه ما بين الكهرويين والاسكندرانيه اللي كان اساسها مجدي شطه وحمو بيكا المستشار
شعار. انا بس عشان مش شايف مين يا فندم. ايمن محفوظ يا فندم. ايمن محفوظ. ايوه يا فندم. سعاده المستشار ازيك؟ ازيك يا فندم، دايما كده يعني بنزعج حضرتك، لكن الحرب اللي بقت على التيك توك ما بين القهرويه والاسكندرانيه اللي بداها حمو بيكا ومجدي شطه، الحرب دي دايره بين الاندر ايدج، بين الشباب الصغير. انا عارف انتوا بذلتوا مجهودات كبيره جدا في محاربه مطربي المهرجانات، لكن وصلت لدرجه ان بقت في فتنه بين مدينتين من القاهره والاسكندريه في دوله واحده يعني. خلينا الاول نقول التيك توك يعني ايه؟ اتفضل. يعني اسمح لي اقول لك التيك توك ده واحد. واحد؟ ألو؟ ايوه يا فندم مع حضرتك. واحد صيني كان شغال في مايكروسوفت وبعدين استقال او اترفد، المهم عمل المشروع بتاع التيك توك ده. تخيل ان هو ربح حوالي 16.5 مليار دولار في سنتين، من سنة 17 لسنة 19. ادي واحد. تمام. التيك توك اتعمل، الصين دعمته، لان التيك توك بدأ يواجه الفيسبوك. انت عارف ان الفيسبوك مشروع امريكي. والفيسبوك متهم، الفيسبوك ومارك صاحب الفيسبوك متهم من في التحقيقات قدام الكونجرس ان هو ساند وترامب استخدمه في دعاية الانتخابية في البيانات اللي هي أدلى بيها وأعطاها لحملة ترامب ووصل لرئيس أمريكا. يعني بالمقصود بالبلدي كده، شوف المعلومات بيستخدمها وصلت واحد لأعلى سلطة في العالم اللي هو رئيس أمريكا. ده التيك توك. تيك توك الأمريكان رفضوا تقدم مشروع لحجب التيك توك من أمريكا لخطورة التيك توك. خطورة إيه بقى؟ سحب بيانات المواطنين. يعني هم عملوا فيسبوك عشان يسحبوا البيانات. لما جه التيك توك يغزو أمريكا، ومارك نفسه قدم للكونجرس وبيبحث دلوقتي ووقفوا التيك توك من دخول امريكا. في التوقيت اللي التيك توك بيتوقف من العالم المتقدم او الدول الكبيره، احنا بنستخدمه اسوء استخدام. دمر ثقافه ولادنا، بيدمر ثقافه شبابنا واطفالنا. ايه المفيد يعني في ان واحد يطلع؟ الو ايوه فندم. الو ايه اللي يفيد ان واحد يطلع يغني على أغنية، ولا واحدة تطلع وهي نايمة على السرير لسه بتصحى بتغني على أغنية وتعوج بقها وتطلع إيه المفيد؟ إيه المفيد من بعض نجوم المجتمع، نجوم الغناء والفن، يطلع يعمل تيك توك؟ طب هو موقف النقابة إيه يا فندم؟ يعني هو موقف النقابة من الموضوع ده إيه؟ دي ثقافة النقابة مالها؟ النقابة مالهاش دور في الحتة دي. إحنا بنتكلم سعادتك يا طارق بيه أي مطرب، على أساس إن ما هو مطرب المهرجانات. طيب ماشي، المهرجانات هم اللي بيحركوا التيك توك برضه يا طارق بيه. المهرجانات ده موضوع تاني. المهرجانات احنا مانعين، مفيش عندنا حاجه اسمها مهرجانات. حضرتك متابع؟ ايوه طبعا طبعا أيمن. طبعا طبعا حقيقي. حاجه اسمها مهرجانات عندنا ولا شعبه مهرجانات؟ احنا عندنا شعبه غناء. طب امال الحرب القائمه ما بين القهراويين والاسكندرانيه في التيك توك برضو، راي حضرتك ايه فيها؟ ودور النقابه فيها ايه؟ والله لما نوصل لكده، الكلام ده احنا حذرنا منه مره واثنين ان ده فساد، والتيك توك ده حاجه بتدعو لل، يعني عايز اقول عهر ودعارة مقننة او علنية كمان، مش مقننة يعني. شوف كم موضوع اتمسك وكم بنت اتقبض عليها تدعو للدعارة. وبعدين وقفنا اي مطرب من المطربين، او مش هو مش مطرب اصلا، هو حد متقدم لينا للاختبار من بتوع المهرجانات واستخدم التيك توك قبل كده والكلام الفايدة كله. احنا ما عندناش كل المستجدات، احنا ما عندناش الكلام ده. تمام. وما عندناش شعبه للكلام ده. احنا عندنا شعبه غناء، من يجد في نفسه موهبه بيقدم، لجنه بتختبره، يصلح بيبقى عضو، لا يصلح بيبقى ملناش علاقه بيه. ولكن دي دوله يا استاذ ايمن يا محفوظ، دي دوله. ازاي احنا دلوقتي نطالب الدوله بحجم مثل هذه التطبيقات او حجم مثل هذه التواصل الاجتماعي اللي هو اصلا سبب فساد المجتمع دلوقتي؟ طب انا عايز اسالك سؤال يا طارق بيه بعد اذنك. يعني انا عارف انتوا بتبذلوا مجهودات خطيره جدا ومجهودات جميله وانا بحييكم عليها، لكن دايما انا شايفكم انتوا حكومه الموسيقى في مصر، فدايما ببقى طمعان قوي في الحكومه اللي هي انا بعتبرها ابويا اللي دايما يعني بعتمد عليه. احنا شفنا ان في بعض مطربي المهرجانات تحدوا قرار النقابه وغنوا في اماكن جوه مصر وبره مصر، مهما كانت المبررات. انا عايز برضو موقف النقابه من هذا الموضوع. انت حضرتك عارف ان احنا موقفنا ثابت وموقفنا معلن مش خفي، وبقالنا اكتر من سنتين في الحرب دي. واظن اتقابلت انا وسعادتك اول مره فيها لو تفتكر طبعا في العاشره مساء مع الاستاذ وائل الابراشي طبعا، وكنا بنتكلم على الهواء في هذه القضيه.
وكنت واقفين سته، كان اول سته توقفوا. هذا الكلام من سنتين. فاحنا الحرب ليها جذور قديمه، احنا بنحارب اخلاق، بنحارب اخلاق فاسده، بنحارب ثقافات فاسده، ما بنحاربش اشخاص. طب ليه يا استاذ طارق ما بنحاولش نعدل منهم يعني؟ يعني ماشي، هو حضرتك يعني حضرتك تمام، انت بتقول بتواجه وبتواجه حاجات فاسده كتير، طب ليه ما بنعدلش الفساد ده؟ يعني احنا ممكن نخلق منهم اشخاص تانية خالص، يعني نعدل منهم في كل سلوكهم، في طبيعه الاغنيه، في حاجات كتير قوي، لان هم عند بعض الناس محبوبين. يعني ليه حضرتك ليه النقابه ما تحاولش تعمل كده تعدل؟ حضرتك الموهبه موهبه، مش احنا اللي نقول، احنا في لجنه هي من كبار رجال المهنه، تمام، بتبقى مشكله من الاوبرا ومن رجال الموسيقى في مصر والعالم العربي، من كبار رجال الموسيقى في مصر والعالم العربي، هم اللي بيحكموا على الموهبه. الموهبه مش ممكن، يعني الموهبه دي من صنع الخالق، فمش ممكن تحت اي مسمى انت هتغرزي فيا موهبه وهي مش عندي. ده واحد. اتنين، لكن لما بيبقى في حد محتاج تدريب، يعني صوت حلو بس محتاج تدريب، لا هم بيقولوا له لازم تتدرب كذا على العرب وعلى المهامات وترجع تاني تقدم تاني وكلام كده. لكن حد ما عندوش موهبه، حد بينعر، حد بيجعر، هو انت شايفه بتوع التيك توك دول او بتوع الجماعه اياهم دول، دول بيغنوا دول بينعروا. ايوه يعني حد طب تفتكر انا هعدل منه ايه؟ لكن الكلمه والايماءات والايحاءات والكلام من ده يعاقب عليه القانون. وبما انهم مش اعضاء عند في نقابه الموسيقيين، يبقى نقابه الموسيقيين مش هي اللي تعاقبهم، الدوله وقانون الدوله هو اللي يعاقب. اشكر يا فندم، اشكر حضرتك على المكالمه، اشكر حضرتك، شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. ماشي. طبعا خلاص حليف بموضوع التوك توك ده، عشان حليف مجاله طويل جدا، لان احنا عندنا موضوع اهم، موضوع خطير جدا، احب اتكلم فيه باستفاضه شويه من حضرتك، طبعا توضح لنا منه جزء، وهكون معانا مداخله برضو تليفونيه من المحامي الكبير استاذ مشير عشان برضو يوضح لنا الموضوع. عايز اعرف ازاي يعني استاذ، طبعا الاعلامي الكبير محمد الغيطي خد براءه، اخدها ازاي، وازاي اتهم اصلا، يعني هو ازاي اتهم وازاي خد براءة؟ يعني في حتة كده، واللي اتهمه شخصية طبعا غني عن التعريف، يعني استاذ طبعا سمير صبري اللي اتهمه باتهام بشع وكان سبب في دخوله وسببه في الحكم، وبرضه حصل ان هو طلع واخد البراءة. عايز اعرف الموضوع كده ماشي ازاي، الناس كلها عايزه تعرف دخل ازاي، وازاي قدر استاذ سمير يعني ان هو يدخل الاستاذ محمد الغيطي هذه القضيه ديت ازاي، يعني قدر يعني ان هو يعملها، ده محامي وكان صديقه وحاجات كتير قوي هيحب نتكلم فيها. انا طبعا بعتذر على ان انا بتكلم بعفويه، بس احنا كلنا مستعجبين يعني، وعايزين نوصل لنتيجه ونوصل للصراحه اللي حضرتك ممكن تقولها لنا. والله انا اخر واحد يتكلم عن الموضوع ده، وهتلاقيني دايما في الموضوع ده يعني بفكر الف مره قبل ما اقول اي حرف، لان الموضوع بالنسبه لي شائك جدا. هو في محامي شهير اسمه سمير صبري بيقدم بلاغات في كل شيء. ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك، اي حاجه تعمل ترند وتعمل شهره بيقدم فيها بلاغات، وانا برضو بقدم نفس يعني نفس الخطوه اللي هو بيقوم بيها انا بقوم بيها. قد ناس تتفق معايا ناس تختلف، فاحنا بنقوم بهذه الفكره زي بعض. تمام. لكن انا هتكلم فيها، معلش انا متردد جدا ان اتكلم في الموضوع دوت، لاني انا بعمل هو بيعمل زيي انا بعمل زيه، دي قصه يحكم عليها ربنا اولا وبعدين الناس. هو بيدور على الترند باي شكل مهما كان. انا هتكلم بالنقطه ديت، مش انا ايمن محفوظ المحامي، انا المواطن ايمن محفوظ او المشاهد ايمن محفوظ. طب هو بيستفاد ايه؟ خلينا نتكلم من بعيد عن شخصيه الاستاذ سمير صبري. هو الناس كلها عارفه هو مين، وهو يقدر يتكلم عن نفسه اكتر من انا اتكلم عليه. انا هتكلم باعتباري مواطن مصري، اعرف الاستاذ زي ما احنا حابين نعرف من حضرتك. انا لازم بص يعني لازم الموضوع ده شائك جدا. ماشي، ما لازم برضو نعرف يعني الجمهور كله عايز يفهم وعايز يعرف. انا هتكلم دلوقتي باعتباري المواطن ايمن محفوظ اللي عاش الاستاذ محمد الغيطي وعاش الاستاذ سمير صبري او شاف الاستاذ سمير صبري في بعض المرات.
استاذ محمد الغيتي، انا بعترف قدام الناس كلها انا خريج مدرسه محمد الغيتي، علمنا كتير وخدمنا كتير وخدم كتير قوي 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 من المحامين، ده ما حدش ينكره. محمد الغيتي ليه اعلام مختلف، شاء من شاء وابى من ابى، وهو احتضن تضني انا وكتير من غيري، واللي ينكر الجميل ما يبقاش انسان كويس. محمد الغيتي خيره على الاستاذ سمير صبري وخيره عليا وخيره على الدنيا كلها. ازاي خيره عليه وهو كان سبب؟ وعلمنا اعلام يعني ايه، وعلمنا ان نقدر نواجه الكاميرا ازاي، وعلمنا كتير. مفيش كلام، الكلام ده بلا جدال كلام خلصان، مش طيب هتكلم. طيب ازاي هو دخله او كان سبب في التهمه بتاعته؟ انا بتكلم بصفتي شاهد على الواقع يعني. يعني حضرتك بعيد عن الواقع بتتكلم عن انا بتكلم اهو بصفه عامه، هو محدش هيقول الكلام ده، كل الناس هتخاف من اسم هذا الرجل، كل الناس هتخاف من الملاحقه القضائيه لهذا الرجل. الراجل دوت بيحاول يوصل الترند بكل شكل. فمحمد الغيتي كان قريب جدا من الاستاذ سمير صبري المحامي، قريبين جدا من بعض، لدرجه ان انا اعرف ان هو حتى الاستاذ محمد الغيتي عمل له توكيل ان هو يباشر بعض المهام القضائيه ليه، فبقى ضيف شبه دائم في برنامج محمد الغيتي، صديق شخصي لمحمد الغيتي. كان محمد الغيتي بيفضله على اغلب المحامين الموجودين. محمد الغيتي شخصيه عظيمه، وده يعني محمد الغيتي معروفه كانت، مش محتاج ان انا جامله لانه هو النهارده قاعد يعني هو معروف. مش موجود دلوقتي على الساحه عشان نجامله يعني او نقول كلام كده. فجاه الاستاذ محمد الغيتي كان بيعمل ترندات عظيمه، لقى في ظاهره زي الظاهره اللي كنا بنتكلم فيها زي التيك توك ديت، واللي ممكن تزعل من الناس كتير، واجه ظاهره موجوده في المجتمع هي ظاهره الشواذ، وجاب ناس شواذ حقيقيين ناقشهم عشان يرفض هذه الفكره ويحذر المجتمع، حذر الناس من ان في ظاهره موجوده هي ظاهره الشذوذ. ما بدل ما نغمض عينينا عن هذه الظاهره، لا، الراجل ده فتح عينينا عن هذه الظاهره وكان جريء واتكلم على هذه القضيه، وكان نتيجه جرأته ان هو يدخلوه السجن الاستاذ سمير صبري، لانه بيبحث عن الترند، بيبحث عن الشهره، بيبحث عن الخبر في الجورنان. اتهم الاستاذ محمد الغيتي بالترويج للشذوذ، وهذا غير موجود والفيديوهات موجوده. ده راجل بيحذرنا وكان جريء جدا في وقتها ان هو يتكلم على هذه يعني الظاهره اللي ما كانش حد بيتكلم عنها. تمام. كان كل الناس بتغمض عينيها زي ما انا شبهت كده بالظبط، لكن هو الراجل واجهها. محمد الغيتي النهارده مش موجود على الساحه عشان نجامله، انا بكرر تاني، محمد الغيتي حضرتك بتتكلم كمواطن مصري بيتكلم يشاهد، بتقول ربنا فيها شاهد بعض الاحداث. فعشان خاطر كان رغم الصداقه الكامله والمحبه وان هو كان ضيف جام في البرنامج وبحثا عن الترند، الاستاذ سمير صبري رفع عليه قضيه تم الحكم فيها بتهمه الترويج للشذوذ، وتم الحكم على الاستاذ محمد الغيتي بحكم عليه سنه. لكن تم الاستئناف، واكثر حد يتكلم على هذه القضيه هو سياده المستشار ميشيل حليم، هو اللي قام بالدفاع في هذه القضيه. ويا ريت، واحنا بنحاول ان احنا نعمل معاه مداخله حاليا، بس هو التليفون مشغول، احنا هنفضل نتواصل معاه لحد ما نوصل للمكالمة بتاعته عشان يوضح لنا الموضوع كله باستفاضة ويكلمنا ازاي قدر ان هو يطلعه من هذه القضية. هو الاستاذ ميشيل حليم محامي من المحامين اللي رغم ان هم كلهم اصحاب، يعني انا يعني اللي فاهمها من كلام حضرتك ان المجموعة هم كلهم مجموعة، يعني استاذ ميشيل صاحب استاذ محمد الغيتي، صاحب استاذ سمير صبري اللي هو كان السبب في دخول ده، فاحنا برضو مستعجبين انه ازاي كان، يعني احنا المحاماه، كلمه المحاماه دي يعني امن امان، يعني هي اللي تجيب لي حقي، المحامي ده بيجيب لي حقي وبيجيب لي وبيكون يعني مساند ليا في كل حاجه وصديق ليا، يعني انا دلوقتي اخاف من حضرتك، يعني احنا قاعدين نتكلم كده كمحامي وممكن تقول لا احنا اصدقاء وتروح تعمل اي مشكله، لو اتكلمت اهو في موضوع بقى الترند بتاع التيك توك تروح تقول لا ده بصي ده بتعمل وبتسوي وبتسند فلان وبتسند مثلا حمو بيكا او بتسند كذا، فممكن حضرتك تاذيني في اللحظه دي. ايوه. طب لما ده ازاي؟ لما اكون انا شخص انتهازي، شخص بدور لصديقي اللي كلت معاه، عايزين بقى إيه نعرف كواليس القضيه ايه بقى عند حضرتك، فاهمها لنا بقى. اللي كان البرنامج بيضم اسره واحده، وكنا بنعتبر ان هو او هي مدرسه محمد الغيتي زي ما بحب اقول، وكان هو مدير المدرسه. يعني استاذ محمد الغيتي غني عن التعريف، يعني ازاي اللي وصل له ده؟ يعني الشخص الانتهازي اللي بيفكر بانتهازيه، اللي بيدور على
الترند على حساب ولا شرف او جثة اي انسان. اي انسان في الدنيا مهما كان تمام يحس ان اتحكم عليه بسنة، اكيد حياته هتتغير. طبعا اكيد حياته هتتطلب، بيتدمر، اكيد حياته بتتغير، حاجات كتير طبعا هتختلف. طبعا انت اشتكيت ناظر المدرسة اللي كنا كلنا بنعتبره تلاميذ عنده انا بعتبر نفسي تلميذ، ماليش دعوه بغيري. تمام انا بتكلم كنا اسره واحده وبرنامجه كان بيضمنا كلنا، عشان مجرد الترند تحبس واحد هو عشان يستفاد يعني شو لي قلب الحقيقه وراجل كان جريء وبيفتح عينين على ظاهره غريبه من ظواهر المجتمع السلبيه، ظلمه، تقوم انت تقلب الواقع وتقول ان هو بيروج للشذوذ وتحكم عليه بسنه غيابي. ايوه طبعا حياته تضطرب. ليه ده الشخص؟ انا شايفه ما هو ده السؤال اللي احنا بنساله ليه. كان يعني انا يعني احنا لازلنا عمالين ما تسالنيش انا ليه، تساليه هو. لكن بالنسبه للقضيه هو كان المستشار ميشيل حليم قام بدور، كان نفسنا طبعا يكون معانا مكالمه المستشار ميشيل عشان يوضح لنا الموضوع. طيب هي طيب دلوقتي هي الو معانا المحامي الكبير استاذ ميشيل. الو الو ايوه يا فندم مساء الخير. انا سنور يا فندم، تحياتي. تحياتي لحضرتك يا فندم، نورت برنامج سكرين شوت يا فندم، اهلا وسهلا بيك. طبعا احنا كلنا سعداء جدا. سعداء يا سياده المستشار. هو بس الصوت مش واضح خالص، انا تقريبا مش سامع نص الكلام. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، ولينا سؤال حضرتك. طبعا احنا سعداء برضو ان استطعت انت قدرت تجيب البراءه للاستاذ محمد الغيطي. طبعا عايزين نعرف جبتها ازاي، وايه هي كواليس القضيه وحيثيات الحكم. يا ريتك حضرتك تكلمنا عنه باستفاضه شويه. هو الحمد لله الحكم بالبراءه ده كان حكم نهائي. كان احدى المحامين اللي بيعتمدوا على البلاغات والشو والكلام ده، كان على خصومه بينه، وكان في خصومه بينه وبين الاستاذ محمد الغيطي لان هو كان محاميه في الاصل. اختلفوا لغالوا التوكيل، بعدها ابتدى يشوف اي مشكله يقدر يعملها لاعلامي كبير زي الاستاذ محمد الغيطي. كان في حلقه استضاف فيها الاستاذ محمد الغيطي في الفترات اللي كان فيها حفلات الشواذ والاعلان عنها. كان قضيه كان الكلام ده في 2018 او 19، فاستضاف الناس اللي عملوا كده، واستضاف خبير نفسي، واستضاف حد من اهل الدين يناقش المشكله دي تزايدت ليه في العالم العربي وليه الاخلاقيات راحت فين يعني، ويحاول يشوف اسبابها ايه ونحلها. يحق للاعلامي ان هو يناقش اي مشكله موجوده. طبعا الطرف الاخر اللي هو الخصم اللي كان الاستاذ محمد الغيطي لغاله التوكيل، اللي هو اسمه ايه يا استاذ ميشيل؟ ده وحب يعمل شو اللي هو اسمه ايه يعني. انا ذكرت اسمه، عمل الشو ان هو رفع قضيه ضد الاستاذ محمد وقال ان هو بيروج للشواذ، مع ان هو كان بيحاول يشوف نتيجه ليهم. يعني انا مش سامع يا فندم كويس. مع ان هو استاذ محمد كان بيحاول يحل القضيه نفسها يعني. تمام. القضيه دي للاسف كان حاضر فيها ناس طبعا ما كنتش انا، فاخذت حكم في الاول. ثم طلعنا الاستئناف. الحمد لله احنا دلوقتي كان اسباب البراءه احنا اعتمدنا على وجود كيديه سابقه في الاتهام او في خلافات سابقه بين الاستاذ محمد والمحامي اللي كان بتاعه اللي لغاله الوكاله بتاعته. يعني المحامي بتاعه هو اللي كان سبب في القضيه، هو اللي اتهمه في القضيه، هو اللي كان محرك القضيه ضده. اللي هو بعد الخلافات اللي بينهم والغاء الوكاله. يعني استاذ سمير هو اللي كان السبب في القضيه. هو اللي رفع القضيه ضده. ايوه قعدته يعني مش جديد يعني. طبعا هو المفترض طبقا للقوانين لو هو كان عارفها كويس انه لا يعاقب الاعلامي على الافعال اللي بيعملها بمناسبه عمله. يعني طالما ان هو كان بيناقش مشكله اجتماعيه حاصله بالفعل في المجتمع، فما فيش عقابه عليه لو ابرز هذه المشكله. يعني الجرائم اللي بتتم من الاعلامي او من الصحفي بمناسبة عمله لا يحاسب عليها طالما كانت يعني القضية اي قضية بتخص بيناقشها الاعلامي ما ملهوش ان هو يتحكم فيها او يظهر عليها اي حكم كده. تمام. بالذات لو كان القصد هنا مش ان احنا نروج او ان احنا لا، القصد هو الحل. احنا عندنا اي جريمة ليها ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي
بيشكل السلوك الاجرامي للجريمه، اما الركن المعنوي هو القصد الجنائي. القصد من الحلقه هنا هو حل مشكله مجتمعيه وردت بالفعل. يعني على نطاق موجوده في الوطن العربي كله مش في مصر وبس. طب يا استاذ ميشيل بعد اذن سعادتك، هنا مفيش قصد جنائي للترويج للشواذ زي ما هو كان موجود او زي ما هو كان يعني زي ما هو حاول ان هو يطير. المحكمه طبعا فرغت الحلقه ونفت القصد الجنائي او القصد بالترويج زي ما هو زي ما كان منسوب اليه، وحكمت المحكمه الغت الحكم السابق والحمد لله قضت بالبراءه. وطبعا هيستوجب لسه التعويض لينا، يعني ده هيبقى الخطوه الجايه ان احنا هنخرج باذن الله تعويض ليه اكثر من سبب منها اساءه استعمال حق التقاضي. هو حق التقاضي مكفول بالدستور، بس لما انتهي استعمال حق التقاضي ببلاغات مالهاش قيمه كل شويه، ويكون القصد من البلاغ ده وراه مشكله شخصيه من سطح حسابات بيني وبين شخص زي ما هو حاصل، يبقى هنا دخلنا في اساءه استعمال حق التقاضي، وده يستوجب التعويض طبعا. يا بشير بيه بعد اذنك انا عايز اسالك سؤال بعد اذنك، بس معلش احنا بنعتذر الوقت معاد بعيد بعيد بس عن بس القضايا. ايه رايك في الانتهازيه؟ الموضوع بقى بعيد عن القانون، ايه رايك في الموضوع بصفه انسانيه كده؟ على فكره انا تقريبا مش سامع نص الكلام. ايه راي حضرتك في هذا الموضوع من الناحيه الانسانيه بقى بعيد عن القانون؟ هل ده تصرف يعني شايفه ملائم يعني، وبالذات بيكون محامي يعني زميل؟ حضرتك تقصد يا استاذ ايمن الراي في المشكله اللي كانت قايمه بين الطرفين، ولا تقصد حضرتك المشكله نفسها بصفه عامه؟ بصفه عامه يعني، بصفه عامه ده الانتهازيه في ان اصطياد الاخطاء وبلاغات يعني دي من صفات المحامي يعني. هل دي صفات محامي؟ دي من صفات المحامي الصح اللي هو يقدر يعمل كده، ان هو يقدر يرفع قضيه على من اخلاق المهنه ده يعني. ده بيندرج، انا هتكلم من الناحيه القانونيه زي ما وضحت من شويه، ده بيندرج تحت بند اساءه استعمال حق التقاضي. اساءه استعمال حق التقاضي في القانون يستوجب التعويض. يعني انا لو الدستور بيكفل لي ان انا اقدم بلاغات، لكن انا اساءه استعمال هذا الحق وعملته قصد التشويش والتشويه وتشويه السمعه، فده امر يستوجب التعويض، والتعويض بيقدر بمقدار الشخص اللي احنا شوهنا صورته وحاولنا نشوهها. اشكر حضرتك يا فندم على كلامك واللي حضرتك وضحته لنا، متشكرين يا فندم على المكالمه الجميله دي، شكرا يا فندم. طبعا وقت البرنامج طبعا مع حضرتك بيجري يعني، الوقت بيجري، لحقنا انا مش عارفه اقول ايه، واحنا عندنا كان لسه موضوع تاني بس بكل اسف الوقت عدى، فانا الساعه عدت على فكره. طبعا انا بشكر حضرتك جدا وعلى موضوعاتك، ولسه لنا لقاء تاني عشان احنا لازم نكمل موضوعاتنا التانيه ان شاء الرحمن. واشكرك كده يا استاذ ايمن على وجودك معايا في الحلقه، ودايما موضوعاتك الجميله اللي بتنور الحلقه واللي بتدي راي جامد يعني، بتوضح للجمهور اللي شايفنا طبعا وشايف وبرنامج سكرين شوت. بشكرك جدا، انا بشكرك جدا، وبشكركم اعزائي المشاهدين على حسن استماعكم، والى اللقاء في حلقه قادمه في نفس الوقت الجمعه الجايه ان شاء الله. شكرا.